تشير تقارير أممية إلى أن من بين أكثر من 6 ملايين شخص نزحوا داخل العراق بين عامي 2014 و2017، عاد 4 ملايين منهم إلى مناطقهم الأصلية. تتوزع مخيمات العراق على 10 محافظات وفق الإحصائيات الآتية: 6 مخيمات في جنوبي الموصل و17 مخيما في محافظة دهوك، و6 مخيمات في أربيل، و4 مخيمات في السليمانية، ومخيمان في كركوك، و3 مخيمات في ديالى، و27 مخيما في الأنبار، ومخيمان في بغداد، ومخيم واحد في كل من صلاح الدين وكربلاء. كشفت هيئة النزاهة العراقية عملية اختلاس بقيمة أكثر من 11 مليار دينار من الأموال المخصصة للنازحين في محافظة نينوى وحدها. أشارت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً سيسيليا خيمينيز إلى أن 1.5 مليون منهم ما زالوا مشردين داخل البلاد. وفيما يتعلق بالأقليات في العراق، حذرت منظمة شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة من احتمالية أن تؤدي الهجرة إلى تقليص تعداد المسيحيين في المنطقة بنسبة 80%. بلغ عدد الأيزيديين نحو 350,000 نسمة، وعاد منهم نحو 100,000 نازح إلى مناطقهم الأصلية. قائم مقام قضاء سنجار أكد أن الأيزيديين المهجرين لم يعد منهم إلى الديار سوى 21% منذ تحريرها وحتى الآن. المتحدث باسم مجلس الوزراء أعلن أن عدد المخيمات التي أغلقت بلغ 15 مخيما بواقع 5000 عائلة تضم أكثر من 25,000 نازح.